فندينا ونجيب رقبته ونخلص. احنا على اخر الزمن هنعمل حساب لجعيري زي عرابي ده ولا ايه؟ شوف بالذمة الكلام. اقول له طور يقول احلبوه. ما تقبض تاخده بطل جعجع. هو فرش طرش منك تقطع رقبه اللي هرش ولا ايه؟ وانت ليك فيها يا سيد؟ يابا انت تمامك تقعد هنا تتعلم وتسمع وبس ولا هتعمل فيها عوض؟ يا تظبط كلامك هتفارق. سيد عنده حق. وشوميه اهلك ما تنفعش في الحوار ده، فاهم؟ يا فندينا مش كده. بصراحه معلم حاجه تحت الدم، بس انا شايف سكه تانيه. قول يا اخويا. طالما قلب البحر اللي اسمه عربي ده عارف يعوم الموج علينا عشان يبلعنا، انا شايف ان احنا امال حبتين، والموجه هتعدي وساعتها ترمونا على الشط. ساعتها بقى نشفي ونقطع. يبقى ما بتشوفش؟ هو في يا معلم رجالتك حصل لها ايه؟ واحد مش فاهم حاجه والتاني عايز ينخس النسوان، هو في ايه؟ اثبت معلمك بقى يا سيد. ماشي يا ابن عمي، دلنا انت على اولها كده. طيب تقطع معايا العشم عشان ما اقلش منك قدام المعلم بتاعك. تانيها يا معلم، الليله من ناحيه عرابي ببرشام على الاخر، ما ينفعش تبقى عليه. امال على مين؟ على ايه مش على مين؟ الحاجه اللي رايحه له لو هي الكف اللي هنتسكي بيه لازم يتقطع قبل ما تمد عليه. المهم ما تشغلش دماغك، الليله دي انا هخلصها لك في سنتي. المهم دلوقتي انا عايزك كده في موضوع على انفراد، مش هينفع كده قدام الناس على هوا. تعجبني انا قوي الدماغ المتكلفه دي. اهو الخازوق ده انقح من اللي قبله. بلى هيطلع بالنافوخ عرابي بالدم. وحياتك لا خليه يعلق يافطه على صدره مكتوب عليه فضل الاسمر يقول حزبوني. حلو. ارمي بياضك بقى يا سيد. هو مش معقول الخطفة دي والكلام الفرداني عشان موضوع عرابي بس، وإلا كنت نقيته جوه قدام جوز الخرفان. جايبني أنت برضه. أنت مجربني وعارف شغلي. حصل. عشان كده هجيلك في العيد. مفيش حد بيحب غيره أكتر من نفسه، صح؟ معلوم. وأنا بحب نفسي وكنت عايز أكبر. طب ما أنت بقيت كبير رجالتي، ولا لسه مستني أمارة تانية؟ أمارتك إن أنت تخليني أعمل اللي أنا عايزه. أنا راجع من بره معايا قرشين، وكنت عايز أشغلهم في السوق. عايز تسيبني يا سيد؟ هو احنا لحقنا يا ابني؟ ومين اللي قال كده بس؟ كلامك ملوش سكه ثانيه. ليه؟ هو انا غشيم ولا قليل الاصل؟ انا هفضل معاك زي ما انا، تحت طوعك وتحت كلمتك، كل الحكايه ان انا عايز اعمل حاجه عشان بكره. بكره بتاعك ده معايا انا، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان الدنيا عماله بتجري، وانا ورايكم لحم وعلى ايدك، الطلقه بتيجي في ثانيه، مش عايز اروح فيها وما اعملش حاجه للعيال دي. ما تلفقش. يا تنطح مع رجالتي يا تنطح فيا، السوق ملوش تالت. لا ليه تالت، بس انت تسمعني. اعتبر المحل عليه يافطه مكتوب عليه فوضى الاسمر زي ما هي، بس فوضى الاسمر من الباطن مأجر لابن اخوه الصغير. طب وحق اللي اسمه حبيبك وبيشاور لك على السكه ويديك النصيحه؟ وقتي وعلى الترابيزه. مش قبل ما اقلبها في دماغي تاني يا سيد. قلبها ودورها مليون مره وانا مستنيك، بس ما تزعلش ابن اخوك. بإذن الله معاك. بالسلامة.